وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: هل هناك علم يجب على المسلمين أن يعرفوه جميعا؟ نقول نعم، هناك علم لا بد منه. الأول العلم بأن الله رب كل شيء وخالقه، وأنه جل وعلا هو المستحق أن يعبدون سواه، وأنه إنما خلقنا جميعا لعبادته، وأنه أرسل فينا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا كما أرسل من قبلنا، وأن محمدا خاتم أنبيائه ورسله، لا نبي بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته، ونعرف دين الإسلام بأدلته وأركانه الخمسة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، وأركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بقضاء الله وقدره. نعلم ذلك حقا ونلتزم طاعة الله. فعلمنا بأمور ديننا بأركان إسلامنا وأركان إيماننا، وعلمنا بما كيف نتعامل في أمور دنيانا من علمنا بالحلال والحرام فيما هو ضرورة لنا، أمر مطلوب لكل مسلم ليكون على بصيرة من دينه. أحسن الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.